الأكل في الفضاء كما في أفلام الخيال العلمي وفي أرض الواقع حلول مبتكرة لإيجاد وصنع هذا الطعام خارج الأرض. هذا الابتكار تقدمه ناسا. بالفعل شركة Air Company في بروكلين ابتكرت طريقة لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه رواد الفضاء أثناء الطيران لصنع مواد غذائية مبنية على الخميرة. فمن هذه الخميرة يمكن تكوين مشروب من البروتين يهدف إلى تغذية رواد الفضاء الذين يقومون بمهمات طويلة الأمد في الفضاء العميق، كما يمكن استخدام نفس العملية لإنتاج بدائل أخرى مليئة بالكربوهيدرات لإعداد خبز ومكرونة وخبز التورتيلا. الله. طبعا شجع تحدي الغذاء في الفضاء العميق الذي تراه ناسا لإنتاج البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصالحة للأكل من نفس النظام.